بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الثالث عشر من الفصل الرابع لمقرر نظم التشغيل. في الجزء ده يا جماعة هنتناول تقييم لوغاريتمات الجدولة. بمعنى إيه؟ تعالوا نشوف مع بعض. بنقول Scheduling Algorithms Evaluation، بمعنى إن إحنا هنبدأ نقيم بقى اللوغاريتمات اللي إحنا خدناها دي. بمعنى في عندي عدد طرق للتقييم. يعني إيه نقيمها؟ يعني نقارن ما بينها، نشوف مين الأفضل، مين الأحسن. مش كده؟ نبدأ نقيم كل لوغاريتم وأداء كل لوغاريتم. معايا؟ بيقول لك إيه بقى؟ Various techniques، التقنيات المختلفة exist for evaluating scheduling algorithms. في بعض التقنيات إيه؟ تستخدم عشان إيه نقدر نعمل تقييم لمين؟ للوغاريتمات دي. طيب، في عندي أول طريقة اسمها deterministic model، ودي اللي إحنا خدناها مع بعض، لأنك أنت بترسم اللي هو جانت شارت، خريطة جانت، وبعد ما بترسم خريطة جانت بتجيب الإيه؟ الـ average waiting time والافريج تيرن اراوند تايم. ده مثال قدامك اهوت ليه ايه مساله زي ما احنا خدنا قبل كده، والمساله ديت بتتحل ايه لكل واحده فيهم بيحد حسب الايه الافريج ووتنج تايم والافريج تيرن اراوند تايم، وبنرسم جانت شارت لكل ايه لكل مساله. طيب الطريقه اللي احنا خدناها دي مع بعض اسمها ديترمينستيك موديل، ونقدر نحكم فيها مين لوغاريتم الافضل من مين. يعني ايه؟ يعني مين الافضل؟ هل فيرست كونفرنس سيرفيس هنا ولا راوند روبن هنا؟ معايا؟ لو طبقنا على نفس المثال ده فيرست كونفرنس سيرفيس وطبقنا راوند روبن، نقدر نحكم مين الافضل؟ نقدر نقيم كل لوغاريتم؟ ايوه نقدر. ازاي؟ بص كده معايا، شوف كده الافريج ووتنج تايم هنا بكام؟ في اللوغاريتم اللي هو فيرست كونفرنس سيرفيس بكام؟ ب 15. قارن هنا بقى الافريج ووتنج تايم لمين؟ لراوند روبن بكام؟ 3.67. يبقى مين الافضل؟ اللي انتظر ويتنج تايم بتاعه 15 ولا 3.67؟ يبقى اذا لا، راوند روبن افضل. مش كده؟ طب احسب كده التيرن اراوند تايم، تيرن اراوند تايم بكام هنا؟ بكام؟ ب 25. هنا بكام؟ ها 13.67. لاحظ ان الزمن اقل هنا عند راوند روبن، اذا اقدر اقول ان راوند روبن كتقييم افضل منين؟ ها من فيرست كونفرنس سيرفيس عند حل هذه المساله او عند جدوله هذه البروسيس. معايا؟ الطريقه دي بنسميها يا جماعه ديترمينستيك موديل. يعني ايه؟ ها يعني كيفيه التقييم عن طريق زي ما انت شايف كده، ان انا ايه اعمل جانت شارت واحسب الافرج ووتنج تايم والترن اراوند لكل واحد، واقدر اقول مين اللوغاريتم الافضل، مين اللوغاريتم الافضل هنا، نستخدم مين هنا لنفس المساله دي. احنا زي ما اتفقنا ان افضل واحد هنا هو مين؟ هو راوند روبن بكوانتم بيساوي 4. طب ناخد مثال كمان. بيقول لك مثلا تعال نطبق مثلا فيرست كوم فيرست سيرفيس على اهي المثال زي ما انت شايف اللي احنا خدناه دلوقتي. هتلاقي فيرست كوم فيرست سيرفيس ها الافرج ووتنج تايم ب 15، افرج التيرن اراوند تايم بكام؟ ها ب 25، هنا 3.67، 13.67. اذا زي ما احنا اتفقنا مع بعض ان راوند روبن بكوانتم 4 هو الافضل. طبعا يا جماعه الكلام ده بيختلف من مين؟ ها من لوغاريتم لوغاريتم تاني ومن حاله لحاله تانيه. يعني مثلا كوانتم بيساوي 4 هنا، لو احنا غيرنا الكوانتم وحليناها بطريقه كوانتم مثلا بيساوي 20 او كوانتم بيساوي 5 او كوانتم بيساوي 6، كل دوت الحسابات دي هتتغير معايا. هل في طريقه تانية؟ في طريقه تانية اللي هي المحاكاه سيميوليشنز. وفي المحاكاه ان احنا بنعمل ايه؟ بنعمل برامج لكل طريقه. يعني نعمل سيميوليشن برنامج للفيرست كونفرنس سيرفيس، محاكاه لعمل فيرست كونفرنس سيرفيس، ومحاكاه لعمل الشورت ستيج اوف فيرست، ومحاكاه كمان لراوند روبن، ومقارنه بقى الاداء والاحصائيات والايه اللي هتطلع في كل حاله من دي، ونقارن الاداء لكل ايه لكل لوغاريتم. وبمقارنه الاداء يا جماعه يتم الحكم على كل لوغاريتم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.